بسم الله وعلى بركة الله، نبي نتجه إلى زواج الأخ إيمان بيك إن شاء الله. نبي نظهر لهم بالمظهر السعودي إن شاء الله ونشاركهم هالفرح هذا، وهو يستحق حقيقة. ما شاء الله، وصلنا القاعة الحين ومتجهين لهم. ما شاء الله تبارك الله، هذه طاولة، كل طاولة هنا عائلة تعتبر. ننتظر الأخ إيمان بيك يجي الحين. مراسم الكلمات الآن، والسلام على العريس. والد العريس يقدم كلمة الآن للعريس وزوجته يوصيه. هؤلاء أقرباء الزوج، يطلعون ويتحدث عنهم اثنين او ثلاثة فقط، وهو من يستمع لهم وتوصياتهم وادعيتهم. يسرني نيابة عن نفسي وعن اخواني السعوديين الذين حضروا تهنئة الاخ ايمان بيك بزواجه المبارك. جابوا أب العريس وأمه يقبلهم ويركع قدامهم، وهذا يقول الشعر بهم. التراث القرقيزي يقدمها شعرا يعني من رأسه، ما يحتاج تحضير او شيء. هذول مثل القلطة، يتحاورون الاثنين بينهم في مدح العريس واهله واسواقه. والله حفل عجيب، العوائل الان تتهادى. قبل قليل كانت مسابقات إسلامية، ويسأل الجمهور ويوزع لهم هدايا. والله عندهم كمية إسراف بالأكل غير طبيعي، كل ساعة تقديم صنف، الآن لحم الخيل. هذا هو بعد البخاري، هذا لحم الخيل. لا بد كل من حضر الزواج أن يلقي كلمة من المدعوين. أحيانا المجموعة يكون على اثنين يتحدثون، يتمنون العريس حياة سعيدة ويباركون لهم. من الأشياء الجميلة اللي أعجبتني حقيقة، يضعون تحت الصحن التقديم هذا في صحن كيس هنا. والله ما عرفت سر إلا بآخر الحفلة، ما تبقى على السفرة لحم وهكذا، من يريد أن يأخذ يأخذ. والله هذه حركة عجبتني، كنت أتوقع أن إسراف وحرام لكن الحمد لله كل المدعوين أخذوا الأكياس، عبوا الأكياس معهم وخذوها معهم. في نهاية الحفلة والد العريس يشكر الحاضرين كل تنتهي فقرات في الزواج عندهم. انتهت الحفلة وسررنا
بالمشاركة معهم والتعرف على ثقافة من ثقافات الشعوب. والله طلعت سالفة الكيس اللي يعبون به بقاء اللي موجود على الطاولة، حلويات، فواكه، بسكويتات، لحم، هذه عادة. أنا رفضت بالبداية إني أحط بالكيس، ماني فاهم. جاني واحد من المترجمين اللي مع الأخ إيمان بيه قال لا هذه عادة يجب أن تأخذها، يعني سوف يعني يزعلون هو تكلمكم بالعربي الله يعينكم، بعد هذه كلمة هذا بيتخلص منها وأبلش. المنا عبوا إنهم الكيس، والله بدريش بهذا ومعي الحين إحنا مروحين الحين والحمد لله. قال خذها لو تتصدق به وتعطيها أي واحد، بس هذه عادة لابد إنك تكيسك تعبيه من الطاولة اللي موجود، ما يبقى شيء على الطوائل. والله إنها فكرة حلوة وجميلة. اللهم لك الحمد، شاركناهم فرحهم وعنناهم عنية لهم طيبة وألقينا كلمة بهالمناسبة من عرض من تكلموا، وهم ما قصروا بعد، ردونا أعطونا هدية من تراثهم، اللباس بشت بدل شوي شكله بعطاقية، المنا هدية طيبة من ناس طيبين.